بأجدير صناديق الضمان الاجتماعي بفرنسا تتقاسم تجاربها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أيامه الإعلامية والتواصلية، أيام كان فيها طرح الإشكاليات وكيفيات معالجتها. حجاب تامك ومبارك سمعني. الأيام والإعلامية المغربية الفرنسية حول التقاعد تندرج في إطار الشراكة ما بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجموعة من الهيئات المكلفة بتدبير صندوق التقاعد بفرنسا من أجل تحسيس المؤمنين بحقوقهم في التقاعد وكذا معالجة أسئلتهم وشكاياتهم في عين المكان. للمؤمنين اللي كانوا خدموا في فرنسا واللي كانوا تابعين للنظام الفرنسي، اللي باغي يسول شي حاجه واللي عنده شي مشكل ولا اللي باغي يدفع شي دوسي شي ملف ديالو ديال التقاعد، هاد الايام كتمكنوا بانه يدير هاد الشيء بلا ما يمشي لفرنسا. بعد توالي السنوات خلقنا روابط ساهمت في حل الملفات بطريقه انسيابيه، واعتقد ان زبناءنا المشتركين راضون عن خدماتنا. كما شكل هذا اللقاء فرصة للمغاربة الذين سبق لهم أن عملوا بفرنسا لربط الاتصال بممثلي الصناديق الفرنسية المكلفة بالتقاعد من أجل الاستفسار عن مساراتهم المهنية ومعاشاتهم المستقبلية. قربوا الإدارة من المواطنين، وفعلا هذا الشيء تستحق هذا التنويب، هذا الناس المتقاعدين يعني ربما نظرا للصحة ديالهم ولا دولة التنقلات ديالهم باش يمشيو مثلا حتى لهذا، ولا ما تيكونش عندهم أفكار يعني على هاد المسائل ديال التقاعد. كنهني هذا الاجتماع اللي دايرين اليوم اللي دايرين سميتو ديال فرنسا، باش اللي عنده شي مشكل يحلها هنايا بلا ما يمشي لهي بلا ما يصيفطو. لقاء إذا عرف مشاركة أزيد من 19 خبير فرنسي في مجال التقاعد إلى جانب خبراء ينتمون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.